وعمالك راكم مرضيين، راكم مرضيين اوليدات، مرضيين الوالدين. خاصني عازمت منا كاع الناس يكونوا مرضيين الوالدين، راه سوات الربح راه من الوالدين. راه الا بغيتي اي باب يتحلك هي من هنا، ولدي اللي ربح منهم ولا من الحسن كان كيرجع لي فينا الروح، كيقول لك غير صبروا راه مازال راه كاين الامل، وان شاء الله يا ربي وغنتخلصوا وغتكونوا مزيانين. وحتى المشاهدين ديالنا حبهم لينا خلانا اننا نستمروا، حيت كيبغيو كيبغيونا بزاف لواحد الدرجه اللي ما كتوصفش. يعني واحد ياسمين اختي حفصه ان شاء الله غنديروا العرس ديالها بواحد العرس غيكون ان شاء الله في المستقبل، غنفرحوا بها واحد الفرحه اللي هي عالي. واحد ولينا نفرحوا بالدير، انا اللي ما عمرك شديتي شفتوني شاد بالدير تنضرب فيه، تنعرف نضرب بالدير، نضرب بوزكاويه، نضرب الريفيه، نضرب داير بحال داك مسكين، كلشي كلشي طلع. وبغينا الله يخليك لينا خويا حسن، ارى لي خويا ذاك الراس البوسه، الله يخليك لينا خويا حسن، يرضي عليكم، الله يطول لينا في عمرك اخويا حسن ويخليك لينا يا ربي. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، تحيه لكم كبيره. اليوم جينا ان شاء الله نشارك معكم واحد الفرحه مع العائله ديال ام حليمه والوالد ديالي وخويا حسن. واحد الفرحه اللي هي كبيره بزاف، والوالد ديالي هو الاول اللي غادي يقدم الكلمه ان شاء الله يا ربي. الوالد الله يطول لينا في عمرك ان شاء الله يا ربي. الله يرضي عليكم ويرضي على الجميع. السلام عليكم والدتي يا بنيتي، كي دايرين شويه؟ لاباس عليكم؟ هانيين شويه، الله يحفظكم. ايوا كما تشوفوا حنا فرحانين ومجموعين، اللهم لك الحمد. وجانا وليداتي عند الكود اليوم الثلاثه، عاد جانا ان شاء الله الرحمن الرحيم، جا عند ماجده بنتي هي وعبد الجليل الله يهون عليهم، عيطوا علينا مع 8 الصباح. هون حسن مشكين مشكل في المارشي، وهو تما عيطت عليه كان حداها النيت، ايوا داز عندها وعطاتو الكود، وها الكود فرحانين به. الحمد لله، اللهم لك الحمد. الحمد لله. وها حسن معكم، ها امكم حليمه. واخوتي باش عرفوا واحد القضيه، راه بكم باش وصلنا لهذا الشيء هذا، راه صراحه انتم وليتوا جزء منا. وباش عرفوا اخوتي واحد القضيه، حنا ملي ما كانجانا الكود مده شي 8 شهور، شي 9 شهور، وصراحه كنا مستريسين بزاف. كنا كنقولوا غنوقفوا غنديروا، ولكن الوالده مسكينه وحسن تيقول لنا لا ما سخيناش بالمشاهدين، كيتعاطفوا معنا كيهضروا، ونستونا لواحد الدرجه ما تصوروش. والفرحه الكبيره هي غتوريها لكم تيتيش ان شاء الله يا ربي. ها هو الكود، ها هو ولك الحمد، ها هو الكود. الفرحه الكبيره ديالنا هذا النهار هذا، راكم كتشوفوا الفرحه على جميع الاوجه ديال الاعلى عائله ديالنا. الحمد لله يا ربي، الكلمات راه متشتتة هاد النهار، هذا فوق الفرحة والسرور اللي في قلوبنا. داكشي اللي كاين، وكنتمنى من الله تدعيو مع تيتيش بالذرية الصالحة إن شاء الله يا ربي. ربي والله ما كاينش، الحمد لله والله العظيم كنحسوا براسنا بقوة، ما حنا كنصليو صلاتنا الحمد لله، كتنفق المال ديالك على الناس، يعني كدير الأجر مع ربي الحمد لله، ما عمر ربي يخيبها. إن شاء الله. ولا أنا عندي يقين في الله الحمد لله. إن شاء الله يا ربي، والله يبارك لك أخويا الحسن أنت وحصة، ونفرحوا لك أخويا الحسن. وهذا هذه الفرحه ديالي والله القسم اخويا. شكرا جزيلا على كاع الناس والتعليق اللي عطاونا، الصراحه عطانا واحد القوه اللي هي كبيره، وما ساهلش باش تستمروا، ما كاينش ربح ديال 9 شهور. الصراحه الحاجه اللي خلتنا نستمروا معكم اخوتي هي انكم كنتوا مدعمينا وديما على جنبنا، وما عمرنا فكرنا ولو لقطه ولو ما كناش غنتخلصوا. احنا الحاجه اللي كانت الصراحه مضاعفانا هي ان هذه القناه بغينا نعطيو منها شي حاجه، بغينا نعطيو منها شي حاجه، بغينا نمدوا يد المساعده. مي ما كانش هادشي في وقته، ميت دابا الحمد لله هذا الخير هذا وجات البركه هذه. داكشي الحمد لله، الحمد لله يا ربي. تمنى وبغينا نشاركوا معكم هذه الفرحه هذه ديالنا الحمد لله. واليوم كما كتشوفوا حسن خويا مسكينه هو حاضر معنا، الله يخليك لينا خويا حسن، الله يطول لينا في عمرك. ومسكين راه كيضرب تماره، كيجي مسكين من الخدمه، كينوض مع 4 الصباح كيمشي للخدمه، كيجي مستريسي. داكشي المشاهدين باش ما كيبانش معنا بزاف، راه مسكين كيمشي للدار البيضاء، كيمشي لكادير، كيمشي لبزاف د البلايص. دعيو معاه المشاهدين يحفظوا لنا سيدي ربي ان شاء الله يا ربي. الكلمه خويا حسن المتتبعين ديالك. كما قال نكمل ندخل في الموضوع، نيسان كما قال خويا الحسن، يعني الكود عاد وصلنا اليوم الثلاث بطبيعه الحال، وحنا راه حنا فخورين بالجمهور ديالنا وبالناس اللي تيحبونا، وحنا تنجمعوا الطاقه ديالنا وتنستمدوا الطاقه ديالنا من الناس اللي هما تيبغيونا بطبيعه الحال. الانسان تلقى معاك ومع جنبك ويعيط لك ويقول لك تبارك الله عليك راك غادي مزيان، راه تيعطيك واحد المعنويات معنويا. و يعني اللي كنت في المارشي حتى الصباح وغوتولك عيطات لي اختي مازال الله يلاه يخطيها مع الصباح، عيطات لي انا في المارشي زدت عندها نيسان، قالت لي حسن راه جاكم الكود، قلت لها حنا قلنا مازال قولي لي واش تكذبي عليا ولا تضحكي معايا. داكشي اللي كاين في المارشي. تحيه ليهم كبيره ولهلا يخطي اختي ماجده، والثقه التامه لا هي لا الزوج ديالها بهذه المناسبه. تنقول لها اختي ماجده اش نقول لك، لهلا يخطيك، يعني واحد الانسانه اللي هي معقوله، واحد الانسانه اللي هي الا قالت لك قد بالمسؤوليه كما تنقولوا حنا، قد بالمسؤوليه لا هي لا الزوج ديالها اللي عيطوا ليا
ومشيت فعلا انا وياسين دغيا جبنا الكود وعطاتني واحد الباركه قالت لي عافاك هادي ساهم بها في الجامع بحال ضربنا عصفورين بحجره واحده. داك الشيء اللي كاين اخويا حسن. بغيت نسولك اخويا حسن شنو هو السبب اللي خلاك تثق في ماجده انها تدير عندها العنوان ديال القناه ديالها؟ ماجده انا ارتحيت لها غير من الهضره ديالها. انا راه كما تيقول الطبيب النفساني انا ما غنشوف وياسين بحكم هذه الحرفه ديال الخضره تخليك بنادم ما غير تشوف وتقرا. يعني ماجدة تقريبا هي الله انا عرفت انا النهار الاول عرفتها بان واحد الانسان اللي على فمها على قلبها على فمها. مسكينه فيها الطيبه فيها الانسانيه فيها الاخلاق فيها المبادئ فيها الخصال الحامده كلهم جمعها اختي ماجدة المغربيه. الحمد لله تحيه ليها وتحيه لفاطمه اللي حداها وتحيه لاختي حوريا اللي في مكناس وتحيه للبهجه وتحيه كاع للقنوات وتحيه ليونس والعمي وبقدر اختي حدا تحيه ليهم وتحيه للجميع. وحنا هنا الا باش نكونوا الا بغينا هاد البركه اخويا ياسين اللي هاد الكود باش نهزوا ديك البركه بس حنا نستافدوا دوك الناس اللي معانا تما بغينا حتى حنا نفقوا منا. يعني حنا ما عمرنا كنا نقولوا بان حنا الصراحه تدي بلاصه من فنان الناس ديال ياسين ما قدرناش نحبسوا داك الشيء اللي كاين اخويا حسن كما تيقولوا يعني تبلينا صراحه صراحه بغيت نقول اخويا حسن واحد الكلمه بحقك كما كتشوفوا مسكين اخويا حسن كان كيعاني بزاف ديال الامور يعني مسكين كان كيصرف على القناه كاين ايه وتنمو المشاهدين ونسونا الوالده مسكينه ديما منسى الوالد فرحان. واحد النقطه ياسين باش نزيد اي اخويا حسن يعني شحال واحد تقول له ودي راه مازالكش الكود تجي بحال لا تيقول هذا واش شي لا بحال تتكذب قناه واصله لواحد المستوى تقول الراجل ولا مستحيل تقول راه مازالكش الكود تجيك بحال لا تتكذب وانت راه كتقول الحقيقه والحقيقه خوتي راه هي هذه الكود عاد جاي اليوم وهذا الشيء اللي عطا الله ونتمناو هذه البركه نستافدوا منها حنا ونستافدوا من الناس اللي هما فعلا محتاجين نقدموا حنا نكونوا ديما حنا السباقين ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. الا باش نتعاونوا اخوتي والدين هدينا هكا داير الا باش نمدوا يد المساعده للمحتاج والفقير وبني السبيل. وخويا حسن راك انت غني عن التعريف على هذا الشيء هذا ان شاء الله ربي كما كتشوفوا حسن خويا مسكين كيقدم مساعدات كيساعد الناس كيبقى بزاف د الامور كيقوم بهم خويا حسن والله يحفظك لينا خويا حسن والله يخليك لينا مسكين هو اللي هذا معروف هو غاتبعينو غاتشوفو حتى تعود دراري والله العظيم مساكن مساكن واحد القضيه ياسين حتى اللي ما جاوبناش ما يبقاش فيه الحال ربما مع الضغوطات مره تنحيد الكونيكسيون ياسين باش ما نجاوبش دغيا مع تكون مع الخدمه باش يعني الانسان اللي عيطك تعطيه لقانا ايوا خويا حسن معقول نقول له خويا الو الو مقطع عليه دغيا بحال انت ما مهتمش بيه. لا بصح خويا حسن في القلب وما عمركم غنتفارقوا معكم وتحيه لكم وتحيه للجاليه المغربيه وتحيه للاسره الاسره العلويه الشريفه تحيه للملك ديالنا الله ينصره الله يطول في عمره الله يزيد في المداد ديالو لانه هو اللي حاضينا هو اللي داير علينا يعني خايف علينا والسلطات ديالنا خويا حسن السلطات تحيه لرجال الدارك الامن القوات المساعده الشيوخ يعني كلشي كلشي خدمه خويا ياسين وكلشي خايف على هذا الوطن وكنتمناو من الله تعالى وتبارك يصرف علينا ربي هذا الوباء في هذه العواش الثانية ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي نتمنى من الله وشي كلمة للبنات الله يخليك لينا خويا حسن الله يطول لنا في عمرك ونعطيو تحية لاختي رشيدة اللي مرتبة الأم ديالي هي الأولى عاد رشيدة مرحبا اختي رشيدة دابا باش لاحظوا المشاهدين عندنا جوج دالميمات راه عندي الميمة ديالي رشيدة وعندي الميمة ديالي الله يخليها لي ويطول ليها في العمر ورشيدة مسكينة راه بحال الأم ديالي إيوا الميمة واش كتقولي في حق المشاهدين ديالي السلام عليكم وليداتي بنيتي بس عليكم كي دايرين كي درتوا وليداتي مع الصحه وكدرتوا مع الصيام والله يدخل عليكم ان شاء الله العيد بالصحه والسلامه وبلا هنا ان شاء الله يا ربي وراكم عزاز وغالينا وليداتنا وتنطلب والله يحيد ربي هذا المرض ونجيو عند امكم حليمه والله يسهل اموركم والله يرضي عليكم يا ربي الله يسهل عليكم على اللي ما عندوش خدمه الله يهون عليه واللي ما دادوش الله يجعل ربي يطلق سراحه يا ربي واللي مريض الله يجعل ربي يعفو عليه وراكم عزاز وليداتنا يا ربي وكملوا معنا الفرحه وليداتنا احنا فرحنا واحد الفرحه اللي ما عندها حد كنلاحظ الوالده واحد القضيه المشاهدين مساكن شحال وحده مسكينه توفات لها الوالده وكتقول امي حليمه مسكينه كتفكرني كتفكرني في الميمه ديالي وكيبكيو معنا في التعاليق وكيبكيو معنا في لي فيديو كيهضروا معنا في الواتساب مساكن عزيزه عليهم بنياتي كيما انا عزيزه عليهم هما راهم عزازين عليا اكثر وانا تنطلب منكم واحد الطلب واحد غادي نقول لكم ان شاء الله يا ربي من هاد البركه اللي جات
تعطيو لنا واحد 10 ملايين ولا 12 ولا هذا لهداكم الله غادي نعدل بها داك الفوق ان شاء الله الوليدات اللي غايجيو ان شاء الله الى صلح ربي الطريق الله يصلح طريقهم والله يهون عليهم والله يعم سيدي ربي يسهل عليهم ويحفظهم بالك يعطيكم انا بالجلبانة فينا هي واخا ما غتقدش ما غتقد والو بالك كبير ما غتقد والو ما غتقد والو باش تعرفوا المشاهدين واحد القضيه باش تعرفوا المشاهدين واحد القضيه راه حسن مسكين حسن مسكين هو اللي هز الدار تيس مسكين يخدم يضرب تمارا مسكين ما كاين حتى حاجه ما تيخسرها لا تيقول لك انت كتحقى ما تعدل هاد الدار هادي نيت راه جامع واحد رزيق ولكن غنزيدو عليه ان شاء الله مسكين ما تيخسر لنا والو الله يرحم الرحيم وداك الشيء عندي زوين ونسيدي غيخدموا اللي داك الله يسخر الله يخليك لينا خويا حسن راه لي خويا داك الراس البوسه والله يخليك لينا خويا حسن يرضي عليكم الله يطول لينا في عمرك اخويا حسن ويخليك لينا يا ربي يا ربي خدم برا انتم خدموا داخل نتحاموا عليه حتى داك الشيء الله يحفظكم ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي ولعباشي وليداتي وبنياتي وبداو فين يتسعوا وبداو وقتها وليدي لهم فريش جديد ويتبرعوا عليه ان شاء الله يا ربي وليداتي الله يحفظنا حتى تجيو ونتلاحقوا ونتجمعوا ان شاء الله والله العظيم الوالدين لك الله حتى عليك وكلشي كلشي كلشي ام حليمه ام حليمه ام حليمه ام حليمه القلب الصافي راه ما كاين لا هادي ولا لا خدع على والو الحمد لله يا ربي داكشي اللي كاين الحمد لله القلب راه على الوجه داكشي واحد القضيه قالك المشاهدين ام حليمه ما فيهاش التجاعيد ايوا ولدي والله شوف ولا تجاعيب ولا تجاعيب ولا ها انت وليداتنا ايوا ولدي غاداك الشيء اللي كاين رحنا كبرنا والصحه مشات والحاده لا لا الوالد الله يطول لينا في عمرك الله يخليك غير عليها اه واش من الوالد يا 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 اش تقول لا ما فيها لا تجاعيب ولا لا لا تبارك الله الوالد راك منور انت والوالده والله يخليكم ان شاء الله وليداتنا الله يجعل سيدي ربي ينوركم ان شاء الله يا رجال نتمنوا الفرحة ان شاء الله نتمنوا الفرحة ان شاء الله تكمل بشي حجة ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا ربي نتمنوا ان شاء الله راه عبد الرحيم وانت بزاف راه دايرة على حسابها الله يرشد ربي يسهل عليهم ويرضي عليكم كاملين الله يحفظكم والله ينجيكم اولادي يا ربي معطيو الريفية ديالنا العزيزة الروح ديالي رشيدة الله يخليك حبيبي بارك الله فيك السلام عليكم المشاهدين اينو ما مشت الجام لاباس خاونت مني غادي تجين بخير وعلى خير وعواشركم مبروكه اما مشت وجام لي نهارا نجمع خطاب جام باش راك نصفرح امن فرح نشينا كنصفرح داك النيون على حسب شحال موحده كانت اتصل داك يديق عرس وديق واخد يوسيش الكود الادسنس قال خدم وانت خدجيش نهارا ان شاء الله نهارا ثلاثة جنوا وندني يجن الفيديو باش كيون نطرح الموضوع باني وانت خدجيش والحمد لله ذي نهارا ربي يستجيب الحمد لله يا ربي الكود الادسنس وتشكا غار هي فينو كل شي ماني مجان دي ديال الاوروبية مهم في اي بلد يظنات ساسة غيج الصورة ذي غدي سريفية وأفتخر صراحة كل شيء الريافة صيفطوا لي كل شيء يعني ما عاد شحال من واحد واش 300 ولا 400 واحد ما شاء الله عليكم شكرا بزاف الريافة اينو ماني مات الجام شكرا بزاف خويا ياسين غنرجع للعربية سلام عليكم واحد طابعي الشحام هذا حضرت لي عليها بالقدر عندي المحبين حتى ديال العربية المشاهدين ديالنا كي دايرين لاباس عليكم نتمنى تكونوا بخير وعلى خير كما كتشوفوا اليوم رحنا فرحانين بزاف 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 بهذا الكود ديال الادسنس اللي حنا كنتسناو هذه 9 شهور وكل مره كنقولوا نتوقفوا ولكن حسن كان كيرجع لي فينا الروح كيقول لك غير صبروا راه مازال راه كاين الامل وان شاء الله يا ربي وغنتخلصوا وغتكونوا مزيانين وحتى المشاهدين ديالنا حبهم لينا خلانا اننا نستمر حيت كيبغيونا بزاف لواحد الدرجه اللي ما كتوصفش يعني كل واحد فينا كل فرد في في في, في هذه القناه عنده محبين ديالو لا امي لا با لا حسن لا تيتيش لا حفصه لا ياسين لا المهم كلشي الله يطول لينا عمرك هذا العواشر الحمد لله فرحنا ربي جوج فرحات هي الفرحه ديال الخطوبه ديال الحسن في حفصه والفرحه ديال الادسنس باش تكمل الفرحه هذه وكان لاحظ اختي رشيده واحد الملاحظه كتعيطوا للوالده امي
انت وتيتيش صراحة انا خويا ياسين في الاوائل ولا تتعيط الاوائل باش تعرفت على حسن. اول مرة كيعيط لي حسن في التليفون كيقول لي غندوز لك امك حليمة. صافي بقات هي هادي كنقولها السلام ام حليمة، مازال ما كنعرفهمش غير في التليفون ام حليمة ام حليمة، ومشات هكاك وحتى نموت ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله يا ربي. ياسين اختي حفصة ان شاء الله غنديروا العرس ديالها بواحد العرس غيكون ان شاء الله في الموسى. نفرحوا بها واحد الفرحه اللي هي عالي واحد. ولكن راه قالوا لكم علاش ما حضرتش فاطمه؟ اي شنو فاطمه ما حضرتش معنا باش تقولها؟ واش هادشي فاطمه؟ فاطمه راه كتحشم المشاهدين، ما تخرجش من الدار، راه كانت هنا راه معانا وليدات، راه معانا كانت اللي مسكينه تتمشي مع حسن وجات وناسل تتخدم مسكينه وما بغيناش نوضوها. المره مازال غنطلعوا عندهم ان شاء الله الدار وغنجمعوا في دارهم الفوق وغادي نفرحوا وغندير انا اللي ما عمركمش ديش تكوني شاد بنتين تنضرب فيه، تنعرف نضرب بنتين، نضرب بوزقاوية، نضرب الريفية، نضرب داير بحال داك مسكين كلشي كلشي تنضرب. الله عندي ما يسالك صافي، وبغينا نسولو الوالدة، وبغينا نسولو فاطمة اش كتقول في هذا الرأي ديالها ديال الزواج حسام حسين؟ لا لا قبل لا فاطمة الحمد لله عرفت بنتي فين حطيتها. دابا نسيبها اللي خصها يسولها. سولها الحسن سولها. دابا القضية هذي كانت ديك النهار كنا خدينا الراي ديالها وهضرنا عليها، ماشي جينا ودرنا فيديو بلا الراي ديالها، هي راه قبلات غير بحكم الخدمه مسكينه هي ما بغيناش تخدم، ولكن ولفات الخدمه هكا انا ما نقدرش نخدم. ما انا قلنا لها قعدي بحال ديما تيقول لك حسن عليا قول سي ما تخدميش فاطمه الخير موجود داكشي اللي بغينا ناكلوه مجموعين رمضان هذا ما داز رمضان وديك الساعه بغيتي تخدمي. قالت له حسن انا مولفه واحد المراه اللي كبرت تنخدم على بنتي حسن باش غير جالسه باش ما تبقاش دايره. فاطمه هذيك النهار كانت نعسات وارتاحت وما بغيناش نوضوا الصراحه نستريسي وغدات نوض في الفجر والله يحسن لها ولا اي خدامه مسكينه تتفرج على الموقف وكتعب وكتبقى مستمره واخا لها مهره وهذا واي وحده كتخدم على بنتها وكتخدم على ولادها الله يكون لها في العون يا ربي. ان شاء الله هو دابا بقات لنا لا العروسه لا العروسه اش كتقولي في هذا الكلام هذا؟ السلام عليكم المتبعين ديالنا كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. كما كتشوفوا هذا النهار جينا نشاركوا معكم الفرحه ديالنا اللي هي فرحه كبيره الحمد لله كما قالت اختي رشيده كملات الفرحه ديالنا والله شي بفضل ديالكم والفضل ديال الناس كاملين اللي وقفوا معنا صراحه. كل مره كنا كنبغيو نتوقفوا ولكن الحب ديالكم لينا ما كيخليناش نتوقفوا هادشي علاش. وشكرا لاختي ماجده وشكرا بزاف لخويا حسن صراحه اللي لا يسمح لنا منه والله كان كيضرب تمره لتمره ديالو بصح ويجي للدار ويعطينا افكار للتصوير ويوقف معنا في شحال من حاجه ويقول لنا سيروا تكساو وسيروا ديروا اي حاجه بغيتوها ما بغيتكم تخصوا من حتى حاجه الصراحه الله يسمح لينا منه الله يخليه لينا والله يخلينا العائله كامله الصراحه اللي كينقص واحد الفرد منها كتبقى الطبله خاويه والدار خاويه الصراحه داكشي اللي كاين والحمد لله. شنو اختي رشيده؟ حاجه خويا ياسين كنشكر اختي ماجده واحد الشكر يعني اللي هو كبير كبير لا هي ولا الزوج ديالها وكنشكرها على هاد الهديه اللي صيفطات لنا حلوه هاد العيد يعني صافي الله يهنينا تكون بالله وانا بطاني التصويره انا تنشوفها في الحلوه شي مره وكنقول لاختي شكرا بزاف الله يكثر من امثالك وشكرا على هاد سميتو ان شاء الله يا ربي غنعطيها بشي فرحه ان شاء الله كبيره ان شاء الله وشكرا على هاد يعني هاد الصبر اللي درتي معنا على قبل كنت امثالك وكتمشي وكتجي وكتسول وكنشكر الزوج ديالها بزاف بزاف وكنقول الله يكثر من امثالكم يا ريت كانوا الناس بحالكم وشكرا بزاف بزاف وراه الحلوه ديالك غزاله ما شاء الله. شكرا اختي ماجده الله يحفظك ان شاء الله يا ربي الله يخليك ديما الفوق الفوق يا ربي يالله الوالده ونهزو شي فاتحه ان شاء الله انا كنا شي حلوه نهزو فاتحه انا نهزو فاتحه الوالديه الاولى على فكره خويا ياسين راه مورا رمضان ان شاء الله غنبدا خطوه غنبداو خطوه خطوه بخطوه بخصوص حفصه الخطوبه ديال حفصه حنا غنديروا التقاليد ديال المغرب ديالنا غادي نمشيو نخطبوها من الام ديالها وخوتها وخوتها اللي من ان شاء الله وان شاء الله وان شاء الله مورا هاد الوباء ان شاء الله وغنتموا بواحد الخطوبه اللي غتكون يعني غزاله ما شاء الله وكنتمنى ما غتكونش لشي بنت غير اختي حفصه ان شاء الله يا رب والله يكمل عليك اخويا الحسن والله فرحت لك بزاف انا مش لحد المشاهدين
وباش نحضروا المشاهدين. احنا غادي نهزوا على العود ان شاء الله. وي جامع. ولكن انا على العود عندي كيبا عندي وخلص مع السيد. ما وقفت هادشي حتى لكم يا جاسم محمد. حرك حريكه. عاد نعطل من الهوك. داكشي اللي كاين الوالد الله يخليكم لينا. نقول لهم غادي نديروا لاختي حفصه واحد العرس اللي هو اللي غيعجب بها الناس ومرحبا بالجميع. مرحبا بكم. عايتينا مسكينه ما يتيما والو الحمد لله. انا هو الاب ديالها وهذه الام ديالها وهذه الام ديالها الجوجه فصرا فيها مالك الحق فيها بنتنا وفيها اختنا وفيها كلشي ربيناها صغيره راه هي بنت الدار وان شاء الله حتى الدهز ديالها غنشاركوه غنبداو دابا من دابا ندوزو الدهز ديالها غيكون بمراحل وغنشاركوه مع المشاهدين رشيده كيما بدينا مع اختي فاطمه الزهراء وكملنا وفرحتوا معنا غنبداو مع اختي حفصه وغادي تفرحوا معنا ان شاء الله الفرحه ديالي كبيره هي انني مع عائلتي والله العظيم والسعاده هي كل شيء السعاده هي الاهم والله الحمد لله يا ربي ولا ولد نهزو شي فاتحه باش ربي ان شاء الله خويا علي وتحيه لخويا علي ووصالي مسكين صون عليا في هذه الايامات قال لي نضر اخويا حسن الكوت ودير مازال ما جاش او غادي يشوف هذا الخبر وغادي يتصل بينا وتحيه للبهجه وتحيه ليونس وتحيه للدور وتحيه ل وما نساوش ولد عمي ما نساوش ولد عمي الساعه أه؟ وفاطمة الباسية وحورية وتحية لأختي حورية التيبي تحية ليها اللي في الناس مسكينة اللي ديما مسندانة تاهي وديما تتسول فيها هي الزوج ديالها خويا حميد الله يخطيه المهم تحية للجميع تحية للجميع وتحية خويا ياسين الطيابة ديالنا اللي هي لالا دريتيا كثرت التحية صاحبي راه قريب إن شاء الله غادي تجي طيب معنا وتحية حتى لماما فاطمة والله لا يخطيهم علينا كلهم نتمناو ياسين غير هاد المرض يصرفوا علينا الله في القريب العاجل باش نديروا هاد الشيء اللي رسمناه اللي خططنا له نوصلوا له بشي دعوه ان شاء الله وبشي فاتحه ان شاء الله يا ربي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله الله يبارك لك أخويا الحسن الله يبارك لك حفصة الله يكمل عليكم بالخير الله يجزيكم الله يمسك يا ربي يسهل عليكم يا الله وقول للمشاهدين بالسلامة وعافاكم أخوتي دعونا انما حسن مسكين راه كيضرب واحد التمره كبيره بزاف كيمشي مسكين للمارشيات كيخدم واحد القضيه باش يعرفوا حتى الناس يعني حتى الخدمه نشاط عندينا عباده انت كتخدم اخويا حسن كتعجبني تلقى راحتي في ديك الخدمه ايروح تنرتاح ملي تنقص في الدار تنمرض ملي تنخدم تلقى راحتك ولكن يا خويا حسن كنت تاسف لك كتنوض صاحبي مع الربع الصباح والو ياسين والو يعني مرتاح اللهم لك الحمد مرتاح ضاير وضاير وشايف ومدور الفلوس رضات الوالدين هذوك حسن راكم مرضيين اوليداتك مرضيين الوالدين خاصة حاجة نتمنى كاع الناس يكونوا مرضيين الوالدين راه سورة الربح راه من الوالدين راه إلا بغيتي أي باب يتحلك هي من هنا ودي اللي ربح من هنا ولا كاين هادشي اللي كنت نتمنى كاع الله يرضيكم الله يرضيكم مرضيين ومحضيين كاملين امين امين والسلام عليكم وعليكم وليداتنا والله يعاونكم والله يسهل عليكم